السلام عليكم. بداية كنبغي النواب بالعمل الكبير اللي قاموا به اللعابة، داروا خدموا وأدوا ما عليهم أكثر. كل صراحة رغم الوضعية اللي كنعيشوها كلنا، وكل عرف كل واحد عرف شنو وقع حتى جو البداية المتعطرة، ولكن لمسنا اليوم الروح ديال القتال، هذيك الروح ديال 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 لاكرين تاع بحال اللي كنقولوا، تقاتلوا مساكن. ما بغيتش كنت النتيجه تكون بهذا الشكل هذا، ولكن انا ما قلتش، انا ما جيتش انا باش نهضر في شي حوايج ما سوقيتش. نرجع شويه للمقابله. كانت البدايه في الربع ساعه الاولى كنا تقريبا مزيانين، وخلقوا بزاف ديال الفرص، وحنا اللي كنا مبادرين باش نماركيو. للاسف لسوء التغطيه جانا الهدف ضد مجرى اللاعب، واللي زاد عكر المسائل هو الخروج ديال المهاجم ديالنا في الدقيقه 37، بمعنى ان الامور جات تعقدت. خسر بواحد الزيرو زيد الورقه الحمراء، ومع ذلك لمسنا هذيك الروح اللي تقريبا ما شفتهاش تقريبا في السته ديال المقابلات. شفنا اللاعبين كيفاش كانوا محرين، والهدف الكبير اللي فرحني اليوم هو تسجيلهم ديال تقريبا ديال 3 الاهداف، جوج وحنا ناقصين بتسعود، وواحد اللي ترفض. انا قلت لكم انا ما جيتش باش نهضر على 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 التحكيم، ولكن اليوم ما كناش كنسهلوا بان نخسروا، على الاقل يكون ماتش ديال التعادل. باش نرجع معك، ان النهايه ديال الشوط الاول حاولنا نسجلوا، يعني كل ما هذا عطى واحد الثقه كبيره للاعبين ديالنا، وفي المستودع ما حتيناهمش على الرجوع، بالعكس حتينا لهم حاجه وحده هي التركيز. بما ان حنايا ناقصين عدد ما يمكنناش نمشيو نغامروا، حاولنا نهبطوا بحال اللي كنقولوا في لغه الكره، نهبطوا البلوك ديالنا شويه ونلعبوا على لي كونتر، حيت عارفين بان المغرب الفاسي غادي يهبطوا البلوك ديالهم، وغادي يخليو فراغات في الظهر ديال المدافعين. وشي اللي عايز يكي لي الكلام ديالي هو الاصابات اللي ماركيناهم حنا في الظهر ديال المدافعين. وراه ما يمكنش تلعب ناقص، وما نساوش راه المغرب الفاسي راه بالرجوع للمقابله ديال الدوره اللي فاتت الانتصار ديالها جات تاكد اليوم انتصار اللي انتصرت مع اولمبيك خريبكا. ما يمكنش يقول لك بان انا حتيناهم باش يرجعوا له، ولكن لعبنا بالامكانيات اللي عندنا. يمكن انا نتمنى ان وصلت لك باش نكون واضح معك، ان بغينا نحافظوا على التشكيله اللي لعبت النهار ديال الوداد، وبغينا نحاولوا نخليوهم مجموعين. ماشي قضيه اولا كيانيا ان اندرواتيك زعما كيلعب في كوتي غوش، مي بغينا نحافظوا على، حنا بغينا نقول لهم المقابله ديال المغرب الفاسي بغينا تتم المقابله ديال الوداد، لان يعني لعبنا جوج اشواط معاهم، وبغينا نكملوا الشوط الثالث مع الوداد والرابع او مع المغرب الفاسي. دونك حاولنا نحافظوا على التشكيله باش ما نوقعوش في حوايج. اما صابر راه الكفاءه ديالو القدره ديالو راه كلشي كيشهد بها، لاعب موعود ان شاء الله غيقول الكلمه ديالو في المستقبل ان شاء الله. باش نكون واضح معك، حنايا كلاعبين قدام حنا راه الاشاره للفريق ديالنا في اي ساعه وفي اي لحظه وفي اي بحال اللي نقولوا في اي بوست. انا وسي حكيم الداودي خدينا تحيه بالمناسبه، سي حكيم الداودي راه تقريبا ما عندوش في التفاصيل الاخرى ديال 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 الكونترا ومسائل، شادين خدينا هاد المبادره. علاش ولا ما خديناش احنا هاد المبادره؟ شكون اللي ياخذها مثلا كولاد الفريق؟ حيت الوضعيه التي حطها حاليا راه لا يحسد لا عارف، ولكن حنايا كجنود بحال اللي نقولوا جنود، راه ما يمكنناش نعطيو الظهر ديالنا للفريق ديالنا، وبغاونا نبقاو فتبارك الله احنا مستعدين، ما عندناش مشكل. شافوا شي هذه، ولكن لحد الساعه راه حنا اللي فتح طنجه ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا كوتش.